خواتي خواتاتي، مرحبا بكم فيديو جديد معايا. اليوم ان شاء الله كما راكم تشوفوا الطبق تاعنا لحم مشوي في الكوكوطة بذوق وطعم الفحم، لكن في طنجرة الضغط يجي لذيذ وشهي، وفيه يجي طري، يجي فيه بنة الفحم، ذوق الفحم، لكن في طنجرة الضغط يجي رائع. أنا هنا رافقته بالأرز بسمتي عادي، لكن احنا مركزين اليوم على اللحم. نتمنى إن شاء الله أنه يعجبكم، وإذا بغيتوا تعرفوا الطريقة تبعوا معايا في الفيديو. اذا للحم المشوي في طنجرة الضغط او في لاكوكوت نحتاج الى لحم. انا عندي هنا خرجته من المجمد، اذا عندكم لحم طري ايضا تنجموا تستخدموه. انا هنا عندي من المجمد، لكن غادي نديره، ما غادي لا نديكونجولي، ما غاديش نخليه يروح له الثلج، غادي نستخدمه مباشرة. وعندي ايضا توابل، ما نحتاجولهش بزاف توابل، نحتاج الى ملح، فلفل اسود، والى قزبر مطحون، ونحتاج كمية من الزيت. هذا واش نحتاجه. قلت لكم عندنا لحم خرجته من المجمد، نجمو او تقدروا تستخدموا اللحم الطري او الجديد، نفس الشيء. بالنسبة للتوابل عندنا ملح، فلفل اسود، والى قزبر مطحون، بالنسبه ايضا الى الزيت. ما نحتاج لا ماء لا والو، يكفينا الماء اللي غادي ينزل من هذا كي يكون يطيب، كيما راه مجمد هكا كيبدا يتعرض للحراره غادي يطلق الماء. اما بالنسبه للحم ايضا كيكون ماشي مجمد فهو فيه نسبه من المياه، وكفي بالضغط هذاك تاع لاكوكوت، وغادي يخرج السوائل وغادي يطيب غير في الدهون تاعه وفي السوائل تاعه. هكا غادي نفوتوا مباشره لطريقه التحضير. قبلها تنجموا اللي يبغي يدير الثوم يدير، اللي يبغي يدير ورقه تاع سيدنا موسى او ورقه الرند او ورق الغار كما يقولوا له باللغه العربيه يقدر يستخدمها. اما بالنسبه لي انا صراحه نبغي نستبن اللحم على اصوله، وعلى ان اللحم بدون اضافات وحد اخرين، صوب اذا كنت حندير لحم بنوع اخر. اما هذا المشوي خصوصا في الكوكوت فانا نبغيه كيما هكا، ومن بعد نوري لكم الاضافه اللي غادي نديرها. لا نفوتوا مباشره وبقاو معايا شوفوا طريقه التحضير. فهي سهله واسهل منها ما كاش. اننا نحطوا كميه من الزيت مقدار 4 ملاعق، عندي هنايا زيت الطهي العادي، زيت دوار الشمس، نجمو تخدموا اي زيت تفضلوه. هنايا ونحط القطع تاع اللحم كما راكم تشوفوا هنا، نحط القطع تاع اللحم، ونحط التوابل اللي هما الملح، نسيي نوزعهم على كاع القطع. عندي ملح، عندي قزبر مطحون هكا، وعندي فلفل اسود. انا نبغي كميه وفيره من الفلفل الاسود، يعجبني الذوق تاعه. نقلب دوكا اللحم ونتبله على الجهه الثانيه، نقلب هكا قطع اللحم ونتبلهم على الجهه الاخرى. نتبل ايضا من الجهه الاخرى باش هكا اللحم تاعنا كاع يجي متبل، ما يجيش نصه فيه التوابل ونصه لا، ولا الجزء العلوي فيه والسفلي ما فيهش. نجي نطلع هكا الكاميرا وندير هك هذه الهزه، هذه تاع انكم تحركوه كيما هكا. دوكا نغلق عليه الغطاء تاع طنجره الضغط، ونقص النار، نخليها كالشمعة، ونخليه يطيب لمدة ساعة تقريبا، تكون هي تشد ساعة على الأكثر على حسب نوع تاع الكوكوت، قادر تشد أقل قادر تكون أكثر. أنا بالنسبة لي الكوكوطة تاعي عندي ساب كليبس كونترول، ما تديش وقت كبير في الطهي، لكن أعطيتكم ساعة كأطول مدة بالنسبة لطناجر الضغط الأخرى. قلت لكم النار تكون شمعة فقط، تكون أقل درجة تاع النار. نغلق عليها أنا طنجرة الضغط، ومن بعد نرجع معاكم بعد مرور الوقت الكافي ونشوفوها مع بعض. ما تنساوش أنكم تحركوها بين مرة والأخرى في هذا الوقت، حركوا باش ما يتفقلكمش اللحم في قاع الطنجرة.
ها هو اللحم بعد ما قلعته من فوق النار، شوفوا كيفاش تحمر عندي وريحته راهي تشهي. شوفوا الدهون اللي طلقها، هذاك الدهن تبغوا ما ترموش ما ترموش، تنجموا طيبوا به اطباق واحد اخرين. المهم نفوت للخطوه المواليه واللي هي الفحم. ناخد حجره كيما هكا تاع الفحم ونسخنها مليح مليح على النار، ونوريكم كش غادي هذه القطعه تاع الفحم. نجي نحط مكان هنا في الوسط في هذا الزيت اللي راه هنايا، ونحط قطعه الفحم هذه هكا، ونخليها تطلق الدخان ونبلع عليها باش الدخان كاع يحتبس الداخل وتجينا فيه طعم. كان هذا هو الطبق تاعنا اليوم، لحم مشوي في الكوكوت ببنه وذوق الفحم، لكن في الكوكوت تقوني رائع جدا، جا طري جدا، يتفتت يدوب في الفم. شوفوا كيفاش طري، شوفوا كيفاش ما شاء الله عليه، ريحته بنته كل شيء فيه رائع. نتمنى انكم تجربوه بهذه الطريقه، وعلى بالي بلي غادي تعجبكم وتنال اعجابكم. اما بالنسبه اللي عجبتكم ولا خلولي في التعليقات، وشجعوني دائما كما راكم دائما مشجعيني باش نواصل معاكم، وبارطاجوا الوصفه تاعنا باش توصل لاكبر عدد من المشاهدين، هكا باش نقدروا نكبروا قناتنا ونكبروا مع بعضنا. اما بالنسبه لاول مره يشاهدوني مرحبا بكم عندي، نورتوني. ما تنسوش انكم تشتركوا معايا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم.